نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا من مصادر موثوقة داخل الحديقة بأن إدارة الترجي الرياضي التونسي تعمل حاليا على تنسيق الأمور مع الجهاز الفني لفريق أكابر كرة القدم بخصوص خطتها للموسم الكروي المتبقي. ووفقا لمصادر موثوقة يبدو أن 5 لاعبين على الأقل سيغادرون النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر جانفي القادم، وتم بنسبة مئوية كبيرة تحديد أسماء المغادرين نظراً لعدم إضافة قيمة إلى الفريق في مختلف المراكز والخطوط، ويتم التفكير في إمكانية إعارتهم مؤقتاً قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبلهم في النادي. إخواننا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلكم كل جديد. الترجي الرياضي التونسي، والسلام عليكم. We'll be right back.